سيبقى العالم مليئا بالأسرار والغموض مهما شعر الإنسان أنه عرف تفاصيل عنه. واليوم سنعرض لكم مجموعة من الاكتشافات التي ربما تكون مزيفة والتي توصل إليها البشر مؤخرا لمجرد جذب الانتباه أو ربح الأموال. إذا تابع الفيديو إلى النهاية ولا تنسى أن تكتب لنا في التعليقات رأيك في هذا الفيديو، وطبعا أن تشترك في القناة. عملاق كارديف. عملاق كارديف بنيويورك هو واحد من أكبر الاكتشافات الأثرية عام 1869، وعثر عليه العمال أثناء الحفر، وكان خروجه قد أحدث ضجة عالمية للعثور على تمثال لعملاق ضخم للغاية. والتسمية تأتي من موقع العثور عليه في كارديف بنيويورك. كان قد تم دفنه من قبل ملحد أمريكي كان يعمل في مجال بيع التبغ ويدعى جورج هال. وبعد مشادات مع طائفة الميثيودية أثناء مناقشة تواجد عمالقة عاشوا على سطح الأرض قديما، كان هال غير مقتنع بها، ولكنها كانت مذكورة في كتاب الميثيودية المقدس. بدأ يرى هال مقالات تتحدث عن أشخاص تحجروا بطرق مختلفة وأغلبها غير حقيقية إن لم تكن جميعها، ولكن تلك المقالات تركت أثرا وولدت فكرة شيطانية لدى هال. وكان ذلك عام 1858. ألهمت تلك المقالات هال بما يكفي ليبدأ بعملية خدعة تاريخية بعد 10 سنوات تقريبا من حادثة المشادة مع معتنقي الميثيودية، حيث قام بالاتفاق مع رجال لإنشاء تمثال من الجبس وخداعهم حين أخبرهم أنه ينوي أن يجعله تمثالا لرئيس أمريكا السابق أبراهام لينكولن. ثم قام بشحنه إلى شيكاغو واتفق مع نحات ألماني على أن يقوم بتشكيله حسب الطلب، ودفع له المال مقابل السرية التامة. كان طول التمثال 3.2 متر، بل وأضاف إلى ذلك رش بعض الأحماض والمواد الكيميائية وصنع بعض العلامات بجسده لكي يبدو قديما. كلفته تلك الخدعة $7,000، أي ما يعادل $50,000 في عهدنا هذا تقريبا. وقام بنقله بالقطار ثم دفنه بمزرعة قريبة. وبعد مرور عام تقريبا على ذلك الأمر عام 1869، قام نويل بتعيين بعض الرجال واصطحبهم لمزرعته من أجل الحفر بحثا عن بئر جديد. ثم قام نويل بإحضار رجال وبدأوا عملية الحفر، وبعد اكتشافه تم الإعلان عن اكتشاف عملاق ينتمي لرجال من العهد القديم، وتحول الاكتشاف للحديث الشاغل للصحف. قام نويل القائم على الاكتشاف ومالك الأرض بنصب خيمة بموقع العثور على التمثال، وقام بعرضه للعامة مقابل تذاكر بقيمة ربع سنت، ثم زادت لتصبح نصف سنت مقابل المشاهدة. وبدأ يربح المال من ذلك الاكتشاف البارع الذي وصلت شهرته لربط البعض ذلك الاكتشاف بالدين، وبشكل خاص معتنقي الميثيودية الذين وقعت معهم حادثة المشادة مع هال سابقا. ولكن عند وصول خبراء علم الحفر والآثار أكدوا بأنه مزيف ولا ينتمي لأي أسلاف، بل وأفاد البحث أنه لا يوجد أي مبرر للحفر والبحث عن بئر في ذلك المكان، إلا أن بعض الطوائف الدينية دافعت عن حقيقته ورفضت تقرير العلماء وصممت على أن ذلك الاكتشاف حقيقي تماما. جمجمة بلتدوان. سنة 1912 في دولة إنجلترا في شرق منطقة ساسكس، وبالتحديد في منجم حصن موجود بقرية بلتدوان، أعلن المحامي وعالم الآثار تشارلز داوسون أنه اكتشف جمجمة بشرية ذات فك غريب، وأن عمر هذه الجمجمة يعود إلى حوالي 500,000 سنة. وصاحب هذا الاكتشاف ضجة كبيرة، وذلك نظرا لحجم الجمجمة الكبير والذي فسروه على أساس أنها كانت تحوي مخا أكثر تطورا وأكبر حجما. أما بالنظر إلى الفك السفلي للجمجمة نجد أنه يشبه فك القرد، أما عن الإنسان فكانت أسنانا بشرية. ورأى العالم وقتها أن هذه الجمجمة هي الدليل على نظرية تطور المخ ومن ثم تطور البشر. ولكن في وسط هذه الضجة كان هناك بعض العلماء الذين قاموا بالتشكيك وقالوا أنها مجرد خدعة. من هؤلاء؟ عالم التشريح الألماني الشهير فرانز ويدنريك، فقال: من الواضح أن هذه الجمجمة
تركيب صناعي ومجرد دمج قام به البشر بين عظام إنسان وقرد. والأمريكي هنري أوزبورن، هذا العالم في البداية قام بالتشكيك في صحة الجمجمة، ولكن سرعان ما غير رأيه نتيجة لكثرة العلماء المؤيدين، وجزم علماء التطور بأن جمجمة بلتدوان هي الحلقة المفقودة في سلسلة التطور البشري، وأصبحت موضع اهتمام آلاف المقالات. كتب عنها عشرات الكتب، وأصبحت موضع العديد من رسائل الدكتوراه، وقد عرضت في المتحف البريطاني لمدة 40 سنة. المونوليث الذهبي. ظهرت كتلة مترصة من الذهب في بلدية شيا الكولومبية، حيث يستمر لغز هيكل مماثل في جميع أنحاء العالم بعد اكتشاف 4 أبراج معدنية وفضية أخرى في كاليفورنيا، رومانيا وجزيرة وايت. وتبع آخر ظهور لمونوليث ذهبي غامض آخر أول اكتشاف تم إجراؤه في الصحراء في ولاية يوتا الأمريكية في نهاية نوفمبر. وتم العثور على المونوليث الذهبي في بلدية شيا في مقاطعة كونديناماركا الكولومبية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما تم اكتشاف كتلة مترصة أخرى في شاطئ كومبتون في جزيرة وايت. يكلف تقريباً هذا المونوليث 45,000 دولار، ويبدو أنه من صنع البشر ولا يرتبط بالكائنات الفضائية كما حاول البعض إطلاق الشائعات حول هذه الأبراج. حورية البحر. تم نشر مقطع مدته 2:20 تركز خلالها الكاميرا على ما يبدو أنه مخلوق نصف بشري ونصف سمكة. تكثف التشارك في الفيديو في صفحات وحسابات السوشيال ميديا، لا سيما في الفيسبوك، وقد أرفق بالمزاعم الآتية: مخلوق عجيب تم اصطياده في البحر عند سواحل تايلاند، المخلوق نصف بشري ونصف سمكة، غريب جدا، حيث رأسه رأس سمكة وأعلى الجسم بشري، بصدر و4 أثناء وبطن ويدين، ومن المنتصف إلى الأسفل يشبه نصف السمكة السفلي مع ذيل سمكة. غير أن الفيديو لا يظهر حورية بحر عثر عليها في الهند، ولا مخلوقا عجيبا تم اصطياده في البحر عند سواحل تايلاند وفقا لما يتم زعمه. فالبحث يقودنا في الوقت ذاته إلى مواقع إخبارية أجنبية نشرت عامي 2017 و2018 تقاريرا عن هذا الفيديو الذي شغل مستخدمي وسائل التواصل بكونه يظهر منحوتة أنجزها فنان بورمي، بينما نشرت مواقع بورمية عام 2017 صورة لشاب وهو يشتغل على إنجاز المنحوتة، وذكرت مواقع أخرى أن هذه المنحوتة مصنوعة من الخشب والألياف. تابوت جيمس الحجري وإثبات ميلاد المسيح. في 21 أكتوبر عام 2002 طالعتنا عناوين الصحف الصادرة في جميع أنحاء العالم صارخة بأن أول دليل دامغ على وجود يسوع المسيح قد تم العثور عليه في صندوق حجري. يفترض أنه كان يحتوي على عظام جيمس يعقوب البار ابن يوسف شقيق يسوع، كما نقش على الصندوق كتابات بالسريانية. كان الباحث الذي أبلغ عن هذا الاكتشاف المذهل أستاذ الكتاب المقدس في جامعة سوريون الفرنسية المدعو أندري لومير، وهو مسيحي كاثوليكي، الذي خلص إلى أنه من المحتمل جدا أن يشير النقش إلى يسوع الجليلي الناصري، أي إلى يسوع، ومن الممكن أيضا أن تكون العظام لشخص يسميه الكتاب المقدس جيمس العادل الذي يشير إليه باسم أخو يسوع. وبطبيعة الحال فرك المدافعون المسيحيون والمتعصبون أيديهم سوية وصفقوا مؤمنين بهذه الأخبار المبهجة. ولكن هل كان هناك حقا دليل جديد عجيب على يسوع من شأنه أن يضع الأمور في نصابها الصحيح مرة واحدة وإلى الأبد؟ أم أنه كان كالعادة محاولة بشرية لجذب الأنظار إلى أمر تم التصديق عليه من آلاف السنين؟ ولكن بعد سنوات من التدقيق اكتشف المتخصصون أن هذا الصندوق ليس حقيقيا، ويرجع هذا إلى النقوش التي كتبت بلغة لم تستخدم في زمان صنع الصندوق، كما زعم صاحب هذا الأثر غير الحقيقي. تشريح الجثة الفضائية. تباع نسخة واحدة من فيلم تشريح جثة الفضائي المثير للجدل عام 1947 كرمز غير قابل للاستبدال NFT في المزاد، مع ثمن افتتاحي يزيد على $1,000,000
أو 450 إيثيريوم. وذكرت صحيفة الديلي ميل أن الفيلم الذي يبلغ قطره 16 مليمتراً يظهر آثار تحطم الجسم الغريب المفترض في روزويل نيو مكسيكو مع وجود جثة غريبة على طاولة العمليات. وكان راعي أغنام قد عثر على الحطام والجثة في يوليو 1947 أبلغ عنها السلطات المعنية التي أعلنت بعد فحص الحطام أن البقايا من طبق فضائي طائر. ويحتوي الفيلم الذي تبلغ مدته 17 دقيقة على لقطات ومشاهد لشخص مصاب بجرح كبير في ساقه اليمنى، وله عينان كبيرتان وجمجمة غير عادية، وقد التف من حوله العديد من الأفراد يرتدون ثيابا بيضاء. وسيحصل الفائز بالمزاد على اللقطات باعتبارها أصلا رقميا غير قابل للاستبدال NFT مثبت أصالتها عبر سطور من التعليمات البرمجية مع إطار مادي من عيار 16 مليمترا من الفيلم الأصلي الذي تم تصويره عام 1947. ووفقا لمالك الفيلم رائد الأعمال البريطاني راي سانتيلي، من المفترض مصادقة وكالة المخابرات المركزية على الفيلم الذي حصل عليه عام 1992 من مصور عسكري أمريكي متقاعد. وفي عام 1995 تم بث لقطات من الفيلم على قناة فوكس كفيلم وثائقي مدته ساعة بعنوان تشريح الجثة الغريبة حقيقة أم خيال، وقدمه جوناثان فراكس. وفي عام 2006 اعترف سانتيلي في النهاية بأن اللقطات كانت إعادة بناء لما قال أنه شاهده سابقا ويحتوي عليها فيلم عام 1947. وبشكل منفصل في ذلك العام ادعى مصمم المؤثرات الخاصة المسمى جون هيمفريز أنه تدخل في بعض اللقطات وظهر في الفيلم كأحد علماء الأمراض. ومع ذلك فإن الملياردير الفضائي روبرت بيجلو حصل على مذكرة تم تسريبها عام 2001 تم الحصول عليها من أرشيف رائد فضاء ناسا السابق إدغار ميتشل، تقول أن الفيلم والجثة حقيقيان. وقال جرين في إحاطة إعلامية عام 2001 في المؤتمر الصحفي لعام 2001 الفيلم أصلي والجثة الغريبة حقيقية. وفي نفس الصور التي شاهدها كيت في مؤتمر للبنتاغون في عامي 1987 و1988. واستفاد بيجلو من صلته بالسيناتور الأمريكي السابق هاري ريد الذي حصل على تمويل لبرنامج تحديد مخاطر الفضاء المتقدم للتحقيق في ظواهر جوية مجهولة الهوية. وفي 8 من يوليو عام 1947 ذكرت صحيفة روزويل ديلي ريكورد نقلا عن بيان صادر عن جيسي مارسيل الأب أن الجيش في روزويل استعاد صحنا طائرا في مزرعة نيو مكسيكو بعد تناثر مادة معدنية خفيفة ولكن قوية عبر الأرض. وذكرت الصحيفة أن مكتب استخبارات مجموعة القصف رقم 509 في مطار روزويل الجوي للجيش أعلن ظهر اليوم أن الحقل أصبح بحوزته صحن طائر. وذكرت أن بقايا الحطام تعود إلى مركبة من خارج كوكب الأرض، رغم أن الجيش نفسه عاد بعد ذلك وزعم أن البقايا لمنطاد طقس. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم؟ فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضاً متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟